هذا اللمبة الليد كما راكم تشوفوها هنا، وهي باهظة الثمن، راها هنا في الجزائر دير 120 ألف دينار جزائري. يعني الواحد باش يرميها ما جاياش، يلفو يدير لها عملية الإصلاح، والإصلاح تاعها ساهل ماهل كما راكم تشوفوا. نقلبوا هذا اللمبة هنا ونحلو هنايا، راه هذا بلاستيك ماشي حاجة كبيرة. كما راكم تشوفوا هنايا كاين ليلاد، ليلاد راه كاين هنا وحدين محروقين. باش نتاستوه تيستوه بكونتينيتي، عندنا هنا تيستر وراكم تشوفوا هادو ليلاد، ليلاد هنا نتاستوش اللي راه محروقه هنا على حساب الشوفه بلا ما ندير نورمالمون. هذه هنا رايحين تيستو، تابعوا معايا، رايحين نديرو هنايا لا كونتينيتي هنايا. فوالا فوالا، شوفوا الديفيرونس. بون رانا قلعنا اللي كان محروق، رايحين نسولي ديريكت ولا تشريه، الا كان قادر تشريه شريه وديره ديريكت هما نتسنوا يسخن. فرد السودي شو كان غير كاين الطبيب في السبيطار، سمح له الطبيب واحد، عادك حنا ريسكي على الطبيب، حنا نخدمو خير من الطبيب. فوالا خوتي، بعد ما كملنا هنا لا سودير كيما كتشوفو، هذه في البوان هذه نحيناها اللاز سوديناها، رايحين دوك نتاستو لا لومب اسكو تشعل ولا ما تشعلش. خوتي ماذا بيكم بحذر، لاخاطش الامور هنا ماشي سهله. هذا اخوتي تبعوا معنا هنا، راح نتاسو لا لومب، فوالا سي بيان. ها ولاد ولا لكم نورمال، يعني في عوض واحد يضيع روحه ولا يلفو يخدمها، حاجه ماشي كراف ولا سهله مهله، وتربح النقود تاعك وكل شيء كيما راك تشاهدوا. هي مشعوله هنا خوتي، اللي ماذا بيكم في لاباج فعلونا شويه جام شويه بارطاج، ولا عجبكم الفيديو عطينا اقتراحات تاعكم ونيلا. يا سلام.